السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في المنهج الجديد وهو ديني قيمي للصف السادس. عندنا لدينا في الوحدة الأولى مخارج الحروف. طبعا هنا ننتقل في أتأمل واستلخص. عندنا هنا في أدنى الحلق حرف الغين والخاء، في وسط الحلق العين والحاء، وأقصى الحلق والهمزة والهاء. طبعا ماذا تلاحظ في الشكل؟ طبعا هنا نلاحظ مخارج الحروف الرئيسية، لدينا خمسة مخارج الحروف الرئيسية، هي خمسة مخارج. هنا أكتب محل خروج الحروف الآتية. طبعا حرف الواو هي الشفتان، وحرف العين هي وسط الحلق، وكذلك حرف الطاء هي طرف اللسان. حرف الطاء هي طرف اللسان. الآن نتكلم عن مخارج الحروف الرئيسية. طبعا كما قلنا سابقا هي خمسة: الجوف والحلق، وكذلك اللسان، والشفتين، وأيضا الخيشوم. طبعا مخارج الحروف هي محل خروج الحروف وتميزه عن غيره بواسطة الأصوات. الآن ننتقل إلى صفحة 24. هنا أقرأ الحوار الآتي وأفهمه. عبد الله: كيف يمكنني معرفة مخارج الحروف يا جدي؟ الجد: يمكنك يا بني أن تعرف مخرج الحروف بالنطق به ساكنا أو مشددا مسبوقا بهمزة، بحيث ينقطع الصوت يكون مخرج الحروف. عبد الله: هل ضربت لي أمثلة ليفهم كلامك يا جدي؟ الجد: حسنا سأضرب لك مثالين لتفهم. حرف الخاء مثلا تخرج عليه الهمزة فنقول أخ، فهو يخرج من الحلق. أما حرف الراء فنقول أر، فيتبين لنا أنه يخرج من اللسان، وهكذا مع بقية الحروف. طبعا لنعرف مخارج الحروف يجب أن نضع دائما في بداية كل حرف لدينا همزة، نضع في بداية كل حرف همزة لمعرفة نطق الحروف. الآن ننتقل إلى صفحة 25. طبعا هنا لدينا في الآية: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا هنا لدينا في هذه الآية عندنا المخارج. طبعا حرف الميم تخرج من الشفتين، وكذلك حرف الغين تخرج من الحلق، والضاد يخرج من اللسان، وكذلك الألف المدية تخرج من الجوف. طبعا هنا لدينا تنبيه: عند نطق كلمة الضالين فهي بحرف الضاد وليست بحرف الضاء، فالضالين طبعا هنا خطأ، هم الدائمون والماكثون، أما الضالين فمعنى المائلون عن الحق. أما في الصفحة التي تليها وهي صفحة 26، طبعا لدينا آية ونقول من أين تخرج الحروف. لدينا أولا: من أين يخرج حرف الكاف؟ هنا من أين يخرج حرف الكاف؟ طبعا هنا أقصى اللسان، وكذلك هنا حرف الجيم. حرف الجيم يخرج من وسط اللسان. أما هنا حرف السين فهو يخرج، أو عفوا حرف الصاد فهو يخرج من طرف اللسان. الآن ننتقل إلى صفحة 27. طبعا هنا في صفحة 27 نقوم بإكمال المخارج، مخارج الحروف. طبعا عندنا الجوف هي الياء المدية، وكذلك عندنا حرف الحاء وهي تخرج من الحلق،
ومن اللسان يخرج حرف الدال، ومن الباء عندنا الشفتان، ومن الخيشوم غنة نون المشددة. هنا غنة النون المشددة، غنة النون المشددة. كذلك نقوم بحل هذه الأسئلة. طبعا هنا لدينا في السؤال رقم 1 إبدال حرف الجيم بحرف الشين، وكذلك هنا إبدال حرف الضاد بحرف الضاد، وكذلك إبدال حرف الضاد بحرف الضاد. أما في السؤال الثاني إبدال نطق حرف القاف بالكاف وفي القدير وكذلك الغين. أيضا في السؤال الثالث إبدال نطق حرف الكاف بحرف القاف. هذه هي جميع الأسئلة والإجابات للدرس الأول وهو درس مخارج الحروف. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف السادس لتعم الفائدة، وأيضا الاشتراك في القناة، وشكرا لكم على حسن الاستماع.